فاتورة الإنارة موجودة، وسجلت فاتورة الحلويات، والمشاريب حساب تاني. شبكي جميلة؟ آسفة شردت شوي. ايه قولي لي شو؟ كانت أول تجربة مميزة، ما خسرنا أي شيء وزاد معنا مصاري، كفك. خير شوفي؟ ولا شيء. قولي لي شو خطر على بالك؟ شو ما صار يصير أنا ما رح أستسلم. ما فهمت. رح ضل دافع عن حبنا، ما رح أتخلى عن مهند أبدا، ورح ضل استنى لحتى يجي. بس بجوز تستني كتير. يلا قومي نتحاسب مع نعمة وشرف. يا زينب كتبنا أمنيات. إياكم تخربطوا يا صبايا، لأنه كل واحد فينا بده يفيق من الصبح بكير وياخذ الأمنية اللي كتبها، وبعدين رح يرميها بنص البحر. هذا إذا كان فينا من وش الصبح نفتح عيني. بدك تفيقي، ما في شيء بيجي بسهولة إذا حابي أمنيتك تتحقق. يعني لازم تجوا على حالكم شوي مشان الشغلات يلي بتحبوها، أو ما في داعي بنبلة هالشغلة. أنا رح أعلقها على الشيء. ليش؟ مشان تتحقق أمنيتي بسرعة. معقول يصير هيك شيء؟ أنا ما عندي فكرة. ممكن يصير هيك شيء ما بتعرفوا. هالولد كتير ذكي على فكرة، بيكون لهوا فوق أكتر ومنعش ونقي كتير، وهاد بيزيد من قوة الطاقة، ما هيك؟ كلام منطقي. عن جد معك حق. شو تمنيت جيهان؟ أنت شو تمنيتي؟ مستحيل إلك. وأنا كمان مستحيل إلك. عجبك هيك يا زينب؟ أنا تمنيت يكون عندي عيلة. تمنيت إنه أرتاح. أي نور، الله يخليكي ورجينا كيف رسمتي هاي راحة البال، عن جد مانك معقولة. ورجينا. رسمتها هيك مثل ما تخيلتها. ما شاء الله شو صار عندك أمنيات يا خالة كوسم. شو عم تحكي، وحدة بعمري أنا شو بده يكون عندها أمنيات غير سعادة بنتها الوحيدة؟ كل أمنياتي مش أنا. يعني هي ما تمنت لحالة شي بنوب بنوب. هاي شرف إجا. أهلين شرف، تعال هون بسرعة عليك، تعال تمنى شي أمنية. يلا ما بقى بدي اتمنى شيء لانه كل امنياتي تحققت. شو هالغزل الحلو هاد. مهند ليش ما اجى معك؟ مجهول كتير، وانا بظن انه رح يبقى لوش الصبح بالشغل. لهي الدرجه؟ بكره افتتاح محل جديد. قلنا كم يوم ما شفنا، مشان هيك ما بنعرف شيء. عم يهرب. يا سلام، شوفوا هالشجره ما احلاها، صارت مثل شجره راس السنه بس ناقصها شويه اضواء. والله كتير حلوة. صحي شرف، فيك تسحب لنا اياها لهنيك شوي اذا بتريد، وبعدين بنساوي بريق شاي بنقعد كلياتنا. هه فيك لحالك، ما هيك؟ شكرا كتير شرف، تفضل نشرب شاي. ماشي. يا ربي وفقه لمهنا، ولا تحطه بطريقه غير الناس المنيح، وخليه يعيش حياة سعيدة وما يشوف هم ابدا. بس انا ما بقدر اكون سعيد من دونك.